السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Shinery Cast. المقصود بهذا النوع من التكاليف هي التكلفة الاستنسابية. هناك بعض المراجع ترجمتها على أساس تكلفة مميزة أو تكلفة اختيارية. طبعا التكلفة الاستنسابية هي عبارة عن تكلفة يقوم المحاسب الإداري بإعدادها وتقديمها للإدارة بهدف اتخاذ القرار. طبعا مجال هذا النوع من التكلفة هي الخطط الاستراتيجية، الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى قصيرة المدى، طبعا أيضا في أغراض البحث والتطوير مثل تطوير أداء الموظفين، مثل تطوير حجم الإنتاج. هذا النوع من التكاليف طبعا لا يؤثر على الإنتاج الحالي، وإنما إذا تم تكبد هذه التكلفة تصنف مثلها مثل أي نوع من التكاليف، كالتكاليف المتغيرة، كالتكاليف الثابتة، المختلطة إلى آخره. طبعا من مميزات هذه النوع من التكلفة أنها ممكن تغييرها بسهولة، ممكن زيادتها، ممكن نقصانها، ممكن الاستغناء عنها. طب ممكن أن تقوم الإدارة باتخاذ قرار والاستغناء عنها نهائيا بكل سهولة ويسر. حبيت ألخص ثلاث ميزات لهذا النوع من التكاليف، راح تكون أوضح في حالة طبعا ضرب الأمثلة. أول ميزة: decisionary costs are not strictly necessary for current production but correspond to strategic goals. التكلفة الاستنسابية طبعا غير هامة أو لا تلائم الإنتاج الحالي، غير هامة للإنتاج الحالي، لكنها ملائمة للتخطيط الاستراتيجي أو للأهداف الاستراتيجية، راح توضح أكثر بعد الأمثلة بإذن الله. الميزة الثانية: can be discounted or changed quickly and easily. ممكن أن تقوم بتخفيض هذه التكلفة أو بشكل عام تغييرها طبعا بكل سرعة وبكل سهولة. الميزة الثالثة: a discretionary cost is usually specific in amount. دائما تكون التكلفة هي عبارة عن أو محدودة بمبلغ وليست محدودة بكمية. طبعا هناك أنواع من التكاليف طبعا لازم عشان تحسبها تعرف كم الكمية حتى تحدد المبلغ، لكن هذا النوع من التكاليف هو محدود بمبلغ فقط لا غير. خلينا نضرب أمثلة حتى تكون أوضح هذه الميزات. مثلا عندنا الادفيرتايزنج اللي هي تكلفة الإعلان. طبعا درجين نحكي عن الإعلان، الإعلان هو عبارة عن طبعا تقوم المنشأة بتكبد هذا النوع من المصاريف بهدف جذب عدد أكبر من الزبائن. طبعا ممكن عند التخطيط لحملة إعلانية يكون هدف المنشأة هو زيادة الإنتاج في المستقبل وبالتالي زيادة البيع. طبعا لو جينا نطبق هذا النوع من التكلفة على هذه الميزات، طبعا انه لا يؤثر على الانتاج الحالي. صحيح انه في تخطيط استراتيجي لزياده الانتاج لكنه لا يؤثر على الانتاج الحالي. ممكن انه تخفيض طبعا قيمه الحمله، تخفيض قيمتها، ممكن استغناء عنها، ممكن تغييرها بزياده او نقصان بكل سهوله ويسر. ريسيرش اند ديفلوبمنت، البحث والتطوير. ممكن التطوير مثلا ممكن تعقد دوره تدريبيه للموظفين. هذا النوع من التكلفه او عند تخطيط هذه التكلفه تكون تكلفه استنسابيه. طبعا هذا النوع من التكاليف هو لتطوير اداء الموظفين في المستقبل، فهو ايضا يلائم التخطيط الاستراتيجي المستقبلي. ريسيرش البحث مثلا، ممكن المنشأة تقوم بعمل بحث عن احد منتجاتها او تقوم بعمل بحث عن منتج ترغب في انتاجه. طبعا هذا المنتج لا يتم تصنيعه الان فبالتالي لا يؤثر على الانتاج الحالي ولكنه ملائم للتخطيط الاستراتيجي. بريفنتيف مينتيننس، المقصود بهذا التعبير هو الصيانه الوقائيه. طبعا هناك طبعا الصيانه الوقائيه مختلفه عن الصيانه الدوريه. الصيانه الدوريه هي طبعا في الايام العاديه باستمرار تقوم المنشاه بعمل صيانه للالات مثلا، لكن الصيانه الوقائيه طبعا هي تكون بهدف الكشف عن الالات بوقت مسبق. ممكن انها تستعين بخبراء من اجل تحديد اذا كان هذه الاله معرضه للعطل، فبالتالي هي تخص فتره مستقبليه، تخص تخطيط استراتيجي. ممكن ان تقوم المؤسسه بعمل صيانه وقائيه بهدف دراسه امكانيه تطوير عمل هذه الاله، فبالتالي هذا النوع من التكلفه مناسب للتخطيط الاستراتيجي.